هاتشوف الرقادة هيا. الرقادة هنا دي مغنية بقيت القصيدة وتديت البرمي وتشول الله يرحم الشهداء. كان يقسم مع الشيخ يقول له ود مرال، هذا ود مرال كانوا قطوع طيبات وش كانوا منين يقسموا؟ ها والله لا تبريحة من عند الموالة كونتر على الهكالة في هذا الليلة في خاطرك أبو غفالة. نيشا هرجع العلاوي الحر، العلاوي الحر. ها شوف والله إلا قسموا لك، هيا شوف خبرنا هيا. سقسيكم بغيت نهضر معاك وتجاوبني. الهيكله شكون اللي ضرها؟ شوف حصلها في الجفاف، حصلها في ربي. والله هي الهيكله اللي ضرهم قصاص باقي راهي لك والشيخه. ها راك عارف. يقسم له هذيك اسماء فوتي على الهيكله وتولي حياتك تولي بالمليون. ها خبرك ولا ارجع سي عبد الله، راهم باقي لك زوج قصايد وتديت البرمي. تقول الهيكله تعرف ولا لا؟ هذاك اللي كانوا كان فلاح ومن بعد دخلهم على الهيكله وجاب قصيده على تركتون الهيكله. بصح اللي قعدت سيدك معنا راه عاقبتك ما تكشفش، والله عاقبتك ما تكشف. قولوا معنا الجزائر الله يحفظها. قولوا اللي مريض الله يشافيه. واحد الوليه راه دخلت عندنا وراجلها كان منهيه، قال لي نحل الحد راهم باغي يقطعوا لها البزوله مسكين. والله لا جايه صايره على سيدي محمد الوسيني. اقول الله يشافيها. قولوا هذا المرض الله يديه للكفار. واحد الحيه يقولها الفوريره، قولوا الله يديها للكفار. قولوا هذو وليداتنا الله يسجيهم. يا سي عبد الله هذه يا ربي قاعد يقطع معي. راك ناس كبير وعكرمي. وهذو عكرمه صاحبين. عكرمه هذو ياكلوا الشيشه وياكلوا والله الا الكرشه خضراء. منين يعرقوا اطلب الحاجه اللي تبغيها ربي يقضيها لك ان شاء الله. واحد الراجل خاص عمارة الدار وقف معنا قول الله يعمر داره. عاد قول الله يعمر داره. واحد الراجل قال لي عمرها بنيتي ربحت وراكم دعيتوا لي ربي في الربشي راه وقف معنا وقال لي راه باغي تدخل الجامعه والله الا ربحت الباك قولوا هذه البنيه الله يحفظها. قال لي راه غادي الوهر نقول الله يشرها. هي بنيه المخلوقات قاعد يدك معايا. واحد الكلمه قولوا المغبون في الدنيا هو مسخوط الوالدين. يقول الله يسلكنا من الوالدين. الوالدين حنان وعاصيهم عمره ما يسعد قبل الموت يبان في الدنيا يبقى يتمرمد تكسر له المحال البلاوات عليه تهود جسد وعريان حتى في بدر ما يهمد. جيب لنا القصيده تاع محو الاميه هذيك الشيبانيه اللي عندها 70 عام وقالت الراجل قريني في محو الاميه. وجيب لنا تاع تكسر الهيكله وجيب لنا الهيكله اللي ما عشروش اللي ما عطاوش حق ربي. راني باغي نجيب عليهم قصيده مش قاعد يديكم عنها. راني باغي ندير واحد الدوره هاي باغي اللي عنده الزياره تاع سيدي احمد الواسيني والوالدين يعيط عليا يقول لي يا سي عمر راني باغي نعطيك 2000 زياره تاع الصالحين. ما نقول لك لا 5 لا 10 لا 50 لا 100. والله هي اللي عطيتني واحد 2000 زياره تاع سيدي محمد الواسيني ونتاع الوالدين. وهذه يا رسول الله وحفظ وليداتك يا المصيبه ما تضر بك ولا تضر وليداتك. هيا اللي ضربت عليها شوفك على الله يربحك ان شاء الله. عذر لها تاع الرب روح شوف القصيده تاع محو الاميه وغيب السياسه. بسم الله الله يكرم سيدي الله يزيدك العظيم يا ربي ترحم بها الوالدين تسكن بها السعد ويبعث عليك ربي المصائب. بسم الله وقوف معنا البركه سي النايمين. بسم الله الله يكرمك ان شاء الله.